نشوف مع بعض ردود افعال رابطه محبي نادي الاهلي في فلسطين في مدينه غزه وهما بيتابعوا مباراه النادي الاهلي والنجم الساحلي. كمان الكابتن وسامة عمر المتحدث الرسمي لرابطة محبي نادي الأهلي في فلسطين حاب أن يوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي بعد الفوز التاريخي على النجم الساحلي. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العريقة. احنا اليوم متواجدين في مدينة غزة وجماهير النادي الأهلي ورابطة محبي وعشاق النادي الأهلي الدرع والسيف في المساندة والدعم للنادي الأهلي. احنا اليوم بنأكد هذا الفوز هو فوز غالي لكل جماهير النادي الأهلي وجاء في الوقت المناسب، وبهذه المناسبة رغم الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية إلا أننا بنأكد أنه هذا الفوز هو إهداء إلى شهداء مصر الحروبة. نتمنى لمصر كل التوفيق، نتمنى لمصر مزيدا من الأمن والاستقرار.